قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا بدنا وما